صباح الخير مشاهدينا، واهلا بكم وحلقه جديده من برنامج هذا الصباح. النهارده طبعا كالعاده بنبدا معاكم هذا الصباح بتمنياتنا ان شاء الله ان النهارده يكون يوم جميل، يوم سعيد مليان بالطاقه الايجابيه والحيويه والنشاط، وايضا بنتمنى ان شاء الله ان يكون يوم سعيد علينا وعلى كل المصريين. الحقيقه في برنامج هذا الصباح طبعا زي ما تعودتم بنقدم لكم جوله اخباريه في البدايه، وبعقبها بعدد من الحوارات اللي بنختارها لكم. معانا النهارده حوار عن مميزات وعيوب الاثاث الذكي وافكار استخدامه في المنزل، وكمان فقره ثانيه عن جهود التحول الرقمي داخل قطاعات الدوله وفق المؤشرات الدوليه، ده بالاضافه الى الفقرات الثابته اللي بنقدمها لكم في هذا الصباح واحوال الطقس، وايضا بنتعرف على العالم في صوره، وفقرات اخرى متنوعه بنتعرف عليها. ولكن نبدا على طول جولتنا الاخباريه بعد الفاصل. نبدأ معكم مشاهدينا جولتنا الإخبارية في برنامج هذا الصباح من القاهرة، حيث تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لمشروعات قطاع النقل على مستوى الجمهورية، واطلع خلاله على جهود صيانة شبكة الطرق القومية، كما تابع مستجدات الجهود المكثفة الرامية إلى توطين صناعة النقل. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والفريق كامل الوزير وزير النقل. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لمشروعات قطاع النقل على مستوى الجمهورية، حيث اطلع السيد الرئيس في هذا الصدد على جهود صيانة شبكة الطرق القومية في ضوء أهمية تعزيز النقلة النوعية التي تحققت في هذا المجال، والتي أسفرت عن تسهيل حركة وتنقل المواطنين وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة، سواء على صعيد النشاط التجاري ونقل السلع والبضائع، أو على صعيد تخفيف الزحام والتكدس المروري، بما له من تأثيرات سلبية هائلة على الاقتصاد والمواطنين، بالإضافة إلى توفير الوقود والحد من التلوث البيئي. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس اطلع كذلك على جهود تطوير منظومة السكك الحديدية بمختلف جوانبها، والموقف التنفيذي لعملية تطوير وإعادة تأهيل الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى، بالإضافة إلى العمل الجاري لإنشاء الخط الرابع للمترو ومستجدات عملية التطوير الجارية لمنظومة الموانئ على مستوى الجمهورية.
كما عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا اخر مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل، تضمن عرض مستجدات الجهود المكثفة الرامية الى توطين صناعة النقل والسكك الحديدية في مصر بالشراكة مع القطاع الخاص، وهي الجهود التي وصلت الى مراحل متقدمة في اطار توفير مكونات وسائل النقل على المستوى الوطني، حيث اوضح السيد وزير النقل ان مصر في طريقها لعدم استيراد عربات السكك الحديدية او الاوتوبيسات من الخارج مرة اخرى، حيث يتم تصنيعها في مصر بأياد مصرية. واوضح المتحدث الرسمي ان السيد الرئيس وجه بتعزيز الخطوات الشاملة للدولة في اتجاه توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص وكبرى الشركات الرائدة على مستوى العالم، وتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لانشاء المزيد من المصانع الخاصة بتصنيع المكونات ذات الصلة في مصر، وبما يساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي محليا وتوفير العملة الاجنبية، فضلا عن المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية العامة للدولة بتكثيف العمل على تعزيز الصناعة الوطنية في مختلف المجالات الانتاجية. وينضم الينا عبر الهاتف الدكتور عبد الله ابو خضرة استاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف. برحب بحضرتك يا دكتور، وزي ما تابعنا في التقرير الحقيقة اهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسي بشبكة الطرق، رغم يعني ان هذه الطرق تم تحديثها وتطويرها بشكل كبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكنه بيهتم ايضا بالاهتمام وبالصيانة وايضا بانشاء المزيد من الطرق وكذلك توطين الصناعة، يعني اهمية ذلك من وجهة نظر حضرتك؟ يعني في البدايه خلينا نرحب بحضرتك وبمشاهدين حضرتك الكرام، وخلينا ناكد ان ما يتم في مصر هو انجاز بكل ما تحمل الكلمه من في مجال او ملف النقل. تطوير كامل بدا منذ طوال السيد الرئيس عبد الفتاح المسؤوليه ومردوده اللي بيعود على المواطن وعلى الدوله بشكل كبير، تسهيل عمليه الانتقال وتقليل الانبعاثات اللي بتحدث نتيجه احتراق الوقود اللي قدرت انها في الوقود اللي بيضيع في عمليه الازدحامات بيتخطى 8 مليار جنيه، وطبعا ده بيعود بالسلب على صحه المواطن اللي بتدعمها الدوله على طول بادويه ووقائيه وعلاجيه، بالاضافه لتاثيره على البيئه والوقود نفسه وقود بتدعمه الدوله، فكل دي مكاسب بتعود على الدوله من حاله تطوير شبكه الطرق وتقليل الكثافات المروريه وتقليل الانبعاثات الضاره والحفاظ على البيئه والمواطن. الجزئيه الثانيه اتجاه الدوله وتشجيع النقل الجماعي بشكل كبير وبالاخص النقل الاخضر، وعمليه ليست فقط الانشاء ولكن صناعه الدخول في مجال الصناعه الخاصه بهذا المجال، وده كان توجيه سياده الرئيس من البدايه، هو نقل وتوطين التكنولوجيا داخل الدوله المصريه، وجعل الدوله المصريه احد اهم مراكز الصناعه الخاصه بهذا المجال، واللي دايما بتدخل مصر في واللي بتدخل دايما بوجه سياده الرئيس، واللي بدأنا فيه من خلال تخصيص أراضي لعمل مدن صناعية ومصانع خاصة بهذه الصناعة. عند 600 ألف متر مسطح شرق بورسعيد تم تخصيصها وتأسيس شركة مصرية شركة تير، والدخول في شراكة مع شركة أو مع قطار الطلب لتصنيع قطار الطلب الأسباني ووحدات القطار الكهربائي الخفيف والسريع والمونوريل. امبارح بيتم الاعلان عن 7 مصانع جديده لتصنيع كل اجزاء السكك الخاصه بالسكك الحديد وعدم الحاجه لاستيراد اي قطع خاصه بالسكك الحديد او اي عربات تخص اي هيئات خاصه بالسكك الحديد او الاتوبيسات، تعظيم الاستفاده من الموارد الموجوده لها عربات التصنيع والانتاج الحربي، وعمل الاتوبيس الترددي اللي هيسير على الطريق الدائري تصنيعه بالكامل داخل الدوله المصريه بالشراكه مع القطاع الخاص، ودي نقطه مهمه جدا. ده بخلاف 6 مصانع لانتاج الفرنكات الخرسانيه الخاصه بالقطار الكهربائي السريع. ايضا تصنيع ولاول مره القضبان داخل الدوله المصريه بطاقه انتاجيه 500 ألف طن حديد قضبان، مع العلم بان احتياج الدوله المصريه 250 ألف طن فقط، يبقى انا عندي في فائض للتصدير. فخلينا نقول لحضرتك ان ليس فقط العمليه هي توفير عمله اجنبيه كانت بتوجه لاستيراد احتياجنا، ولكن ايضا في دخل داخل الدوله المصريه من خلال تصدير للخارج. خلينا نقول لحضرتك ايضا الاتجاه للتحويل حتى
ورش الخاص، ورش السكه الحديد الخاصه بوزاره النقل على سبيل المثال، ولا سمحت ورش كوم ابو راضي اللي تم تحويل المصانع اللي بتنتج وحدات وعربات بيتم تصديرها لدول الناشئه ودول افريقيه ودول الجوار. كل ده بياتي على طول في مصلحه المواطن من خلال فتح فرص عمل ودخول مستثمرين، وضع مصر على خريطه الصناعه الخاصه بهذا المجال، توفير عمله صعبه قدرت بست مليارات دولار في حاله الاكتفاء الذاتي من الصناعات الداخليه، وسد العجز الخاص او الحاجه في عمليه القطع غيار السكك الحديد اللي كنا بنحتاجها. تنوع كبير بيتم في الدخول في شراكات من الشرق للغرب النهارده في التعاون مع هيونداي روتين كوريا الجنوبيه، روسيا والتعاون معاها في ورش ومصانع ايضا، الثلج الاسباني بندخل في تعاون مع المجر مع امريكا مع اسبانيا مع فرنسا في المترو، تطوير منظومه مترو الانفاق والتوجه للنقل الجماعي، ونقطه مهمه جدا لتخفيف الكثافات المروريه زي ما قلنا في الاول على الطرق، وتقليل ازمه الانتقال وتقليل التلوث، وتوفير كافه مستويات الخدمه لتناسب كافه شرائح المجتمع. النهارده بيتم تطوير الخط الاول والثاني باطوال تتخطى ال 63 كيلو متر. نعم. زياده عدد القطارات الخاصه بمترو الانفاق في الخط الاول والثاني، وتحويل جميع القطارات لقطارات مكيفه، تقليل ازمنه التقاطر بحيث ان انا اقلل الازدحامات اللي كانت بتحدث على الطرق، وتطوير الخدمه المقدمه. الخط الرابع، وخليني اقول لحضرتك ده مشروع قومي لوحده يكفي لاي رئيس دوله في مده حكم كله، الخط الرابع 42 كيلو 38 محطه، هيصل من 6 اكتوبر ودي مدينه جديده بمدينه القاهره الجديده من اقصى غرب القاهره لاقصى شرق القاهره، الدخول داخل المناطق المزدحمه عنده المرحله الاولى 19 كيلو 17 محطه، المرحله الثانيه 23 كيلو 21 محطه، المرحله الاولى من حي الاشجار في اكتوبر وحتى ميدان الرمايه والهرم، ثم المحطه التبادليه في الجيزه مع الخط الثاني، ثم الملك الصالح والفسطاط دي المرحله الاولى، المرحله الثانيه من الفسطاط بنروح بقى مدينه نصر وصلنا القاهره الجديده، مشروع ضخم جدا بيخدم مناطق سكنيه ومناطق صحيه، ده من ضمن مشروعات تطوير مترو الانفاق اللي بيستوعب، وان هذا الخط يعني من المنتظر انه يستوعب حوالي 2 مليون راكب يوميا، كل دي مشروعات الهدف منها تسهيل الحركه على المواطن سواء من خلال الطرق او النقل الجماعي، وبالاخص النقل الجماعي الافضل صديق للبيئه للحفاظ على صحه المواطن والبيئه، وكل ده بيعود بمنفعه بشكل مباشر على المواطن والدوله بشكل كبير. اشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد الله ابو خضر استاذ الطرق والنقل بجامعه بني سويف على هذه المداخله. احتفل العالم بالأمس بيوم الشباب الدولي لتركيز اهتمام المجتمع الدولي بقضايا الشباب والاحتفاء بإمكانياتهم بوصفهم شركاء في المجتمع العالمي المعاصر. في 12 من أغسطس من كل عام يحتفل العالم بيوم الشباب، والذي وافقت على تخصيصه جمعية العامة للأمم المتحدة عام 1999 لإبراز قضايا الشباب في مختلف جوانب الحياة. وفي مصر يحظى الشباب بدعم كبير من القيادة السياسية ومناقشة قضاياهم ودعمهم على كافة المستويات. القيادة السياسية الفترة اللي فاتت أولت اهتمام كبير جدا بالشباب، هنيجي نلاقي في إتاحة وفرص كبيرة جدا، فرص قيادية مش فرص عادية، أولى اهتمامها للشباب. نيجي نلاقي نواب المحافظين كلهم شباب دلوقتي، في وزراء شباب دلوقتي، بصراحة حاجة هايلة جدا ان الشباب بيبقى يعني يقودوا قطار التنمية في مصر. هذا اليوم ينأخذ إنجازات الشباب مشاكلهم وحل المشاكل وتحفيز الشباب على ممارسة الرياضة والهوايات اللي هم يحبونها. ويحتفل الشباب في مصر بهذا اليوم خاصة في المجال الرياضي بمواصلة تحقيق الإنجازات والبطولات الرياضية المحلية والعالمية لإعادة الريادة الرياضية لمصر مرة ثانية. النهاردة اليوم العالمي للشباب يوم مهم جدا، والشباب دلوقتي بالنسبة 50% في العالم هم يعني من لحد سن من 18 ل 30 سنة، هم 50% بالنسبة للعالم،
طبعا اليوم ده العالم كله بيهتم بالشباب وبيهتم بحل مشاكلهم، وده ادينا دلوقتي يعني في العهد اللي احنا بتاع الرئيس عبد الفتاح السيسي كلنا تلات ارباع الشباب رياضيين، وما شاء الله كله متفوق في رياضه مميزه، كل واحد ليه لعبته. دعم كبير جدا من رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي، وشوف فعلا في بيدعمونا كرياضه الكاراتيه، دعمونا في اي حاجه بدل اوقيه، دعمونا في البطولات ومدربين، يعني دعم بسم الله ما شاء الله عليه. ويشكل الشباب اكثر من نصف سكان الارض، وفي مصر يمثل الشباب اكثر من 60% من سكان مصر، ويحظى الشباب بدعم كبير من الحكومه المصريه لاعداد جيل قادر على تولي المسؤوليه وبناء جمهوريتهم الجديده. ويظل يوم 12 من أغسطس من كل عام رمزا لاحتفال بالشباب في كل بلدان العالم، كونهم قاطرة التنمية والبناء نحو المستقبل. فتحية لكل الشباب في يوم عيدهم من داخل المركز الأولمبي بالمعادي، عبد الحميد صقر، النيل. وينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي. برحب بحضرتك يا دكتور، وعايز أعرف من حضرتك يعني كيف ترى الاهتمام في مصر بالشباب في المرحلة الأخيرة، وهل الشباب في مصر مؤهل أنه يمسك مناصب قيادية في المرحلة القادمة؟ في البداية طبعا يعني كل سنة وسيادتك وشباب مصر بكل صحة وخير وسعادة وتقدم. طيب. بكل تأكيد يعني شباب مصر قادر على المشاركة بفعالية في عملية البناء والتنمية، بدليل على مدار السنوات الماضية استطاع الشباب إثبات أن لهم دور كبير في المشاركة في عملية صنع القرار في جميع المراحل. لدينا الآن برلمان مصري يطلق عليه برلمان الشباب. نعم. برلمان به أكبر نسبة للشباب في تاريخ الدولة المصرية، كما به أكبر نسبة من المرأة التي أغلبها هي مرأة شابة. صحيح. لدينا الآن إذا كنا نتحدث عن السلطة التنفيذية نتحدث عن نواب ومساعدين للسادة المحافظين والسادة الوزراء، بل لدينا أيضا مجموعة من المحافظين الشباب خريجي الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب أو تأهيل الشباب للقيادة. لدينا الآن مجموعة كبيرة من رؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية في الوزارات المختلفة من الشباب. نعم. الشباب الآن في الجمهورية الجديدة ليسوا فقط مجرد تمكين أو وصول لمراكز صنع القرار بشكل صوري أو بشكل ديكوري، ولكن هم بالفعل هم القائمون على عملية صناعة القرار والمساهمة بفعالية في قضايا الإصلاح والتنمية. هذا إذا كنا نتحدث عن القطاع الحكومي. إذا كنا نتحدث عن المجتمع المدني، فالآن منظمات المجتمع المدني تعتمد بشكل رئيسي والذخيرة الأساسية الخاصة بها هي الشباب. نعم. تحالف الوطن للعمل الأهلي التنموي الذي استطاع المشاركة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن والمساهمة في تحسين معيشة ما يقرب من 37 مليون مواطن على مدار الشهور الماضية، يمتلك ما يقرب من 251 ألف متطوع. استطاع التحالف تغيير نظرتهم من العزوف عن المشاركة إلى المشاركة بفعالية في توصيل وتغيير حياة الفئات الأولى بالرعاية. لدينا العديد من المساهمات في كافة القطاعات. لدينا الآن شباب قادر على المساهمة بفعالية، وهناك شيء أهم من القدرة والإرادة. مناخ داعم موجود في الدولة المصرية، وفرته القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أول يوم، لأنه يدرك أن الشباب هو من تحمل مخاطر وعب مسؤولية استعادة الدولة في قبل 30 من يونيو على مدار شهور. هو كان من في خط المواجهة الأول مع الجماعة الإرهابية لاستعادة الدولة مرة أخرى. فعندما تولى السيد الرئيس مقاليد الحكم قال للشباب أنتم الذراع الأيمن من أجل بناء هذه الجمهورية الجديدة.
نعم. إذا أردتم أن أكون موجودا فيجب أن تتحملوا معي المسؤولية. دكتور محمد، يمكن كان من أهم الحاجات يعني أظهرت هذا الاهتمام من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب كان وجود مؤتمرات للشباب اللي اهتم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا فكرة الاهتمام بتدريب الشباب وتطوير يعني أفكارهم وتدريبهم من داخل الحكومة أو من خلال مجلس الوزراء لتأهيلهم للعمل في مختلف المجالات. هل حضرتك شايف ده كلام مظبوط؟ بكل تأكيد ان التعاطي في الدولة وفي الجمهورية الجديدة هو اصبح تعاطي مختلف. اذا كنا سابقا نسعى لتأكيد مصطلح التمكين، فالجمهورية الجديدة تسعى لمصطلح مصطلح تكافؤ الفرص. نعم. ليس هناك تمكين ووصول لمركز صنع قرار دون تأهيل، لانك لست مسؤولا عن نفسك ولكنك مسؤول عن مصلحة عامة. انشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب والتي بدأت بتنفيذ البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والذي كان حلما لكل شاب، ثم أصبح هذا البرنامج لديه مجموعة كبيرة من الفروع: البرنامج الرئاسي لتأهيل شباب التنفيذيين، البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي، مجموعة حزمة من البرامج موجودة داخل الأكاديمية تسعى لتأهيل وإمداد الشباب بكافة المعلومات والبيانات والتدريبات التي تقام على أعلى مستوى من أجل أن يكون جاهزا ومؤهلا لتولي زمام الإدارة، ولكن على أسس علمية. تعاطي السيد رئيس الجمهورية مع الشباب في مؤتمرات الشباب ابتداء من المؤتمر الوطني الأول أكتوبر ونوفمبر عام 2016 عندما جلسة كافة مسؤولي الدولة، السيد رئيس الجمهورية، السيد رئيس مجلس الوزراء، وكافة الحكومة في الصف الأولى وحتى للشباب المنصة، واستمع السيد الرئيس للشباب. كان هناك رسالة أن الجمهورية 30 يونيو هي جمهورية الشباب. لن ننسى كلمة السيد الرئيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عندما تحدث لقادة العالم وقال استمعوا إلى شبابكم، فكانت هذه الرسالة هي إشارة للبدء من شباب مصر أن يكونوا مثالا يحتذى به لكل شباب العالم. أشكرك فعلا، شكرا جزيلا دكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، على هذه المداخلة. على مساحة 42 ألف متر مربع أنشئت محطة المحسمة الأكبر من نوعها في العالم، وذلك لمعالجة مياه مصرف المحسمة بالإسماعيلية، ومن ثم ضخها في من جديد مرة أخرى في ترعة سيناء الشرق. وبفضل المحطة تمكنت الدولة من ري وزراعة أراضي جديدة في سيناء. بمعدل ساعات عمل وصلت للمليونين ونصف المليون ساعة دون تسجيل أي إصابة، تم إنشاء محطة معالجة مياه مصرف المحسمة بالإسماعيلية. محطة المحسمة اختارتها مجلة ENR الأمريكية لتكون مشروع العام كأفضل عمل إنشائي في العالم لعام 2020. وتأتي محطة المحسمة من نتاج عمل أياد مصرية وصلت لنحو 4000 مهندس وفني، ومن خلال 12 شركة وطنية بإشراف من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية. وبتكلفة استثمارية بلغت 100 مليون دولار أقيمت محطة المحسمة على مساحة 42 ألف متر مربع بمحافظة الإسماعيلية، وتتكون من 3 مباني رئيسية متجاورة، كل مبنى يأتي على مساحة 2000 متر مربع، بالإضافة لمبنيين خارجيين ومبنى آخر مركزي لعمليات التطهير والترشيح. وبهدف تجميع مياه الصرف الزراعي التي كانت تلقى في بحيرة التمساح وتؤثر سلبا عليها، تجيء محطة المحسمة بسعة 1 مليون متر مكعب من المياه يوميا لتعالج هذه المياه، ومن ثم الضخ من جديد في ترعة سيناء الشرق، الأمر الذي ينتج عنه زراعة أراضي جديدة في سيناء بنحو 70 ألف فدان. محطة المحسمة الأكبر من نوعها في العالم أنشئت في 12 شهر فقط من العمل المتواصل، وتحققت المحطة على أرض الواقع بعد إجمالي كمية حفر بلغت 1,800,000 متر مكعب، بالإضافة لتنفيذ قنطرتين للتحكم في سريان المياه بالمصرف وللتغلب على فروق المناسيب على امتداد المصرف. تم تنفيذ محطتي رفع بطاقة 1,000,000 متر مكعب يوميا لكل منهما، بالإضافة إلى إنشاء 41 بدالة
لنقل مياه الري بين الأراضي الزراعية على جانبي المصرف، ويتم ضخ المياه للمحطة عبر صحارة سيرابيوم بواسطة 8 مضخات توربينية تبلغ قوة المضخة الواحدة نحو 7000 متر مكعب في الساعة. محطة المحسمة أحد محاور الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الدولة لمواجهة الندرة المائية وتعويض الفجوة بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات. محطة المحسمة الأكبر من نوعها في العالم خير دليل على تحقيق خطة الحكومة المصرية في تنمية شبه جزيرة سيناء ومنطقة قناة السويس وخلق مجتمعات عمرانية مستدامة. أحمد نبيل، التلفزيون المصري. وينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور إيهاب زغلول، أستاذ مساعد كيمياء المياه من مركز بحوث الصحراء. برحب بحضرتك يا دكتور، وعايزين نعرف من حضرتك أهمية هذه المحطة، محطة المحسمة، في زيادة الرقعة الزراعية وكذلك في تنمية سيناء. صباح الخير لحضرتك. صباح الخير. طبعا هو التقرير كان ملم طبعا بكل حاجة طبعا عن المحطة وعن معلومات عنها، لكن برضو لازم نشيد بالقرار من الناحية التنفيذية ومن الناحية التنموية. نعم. يعني احنا من الناحية التنفيذية بنقول ان محطة المحسمة اختيرت كافضل مشروع انشائي لسنة 2020، وده كانت متابعة ضمن 30 مشروع مقدمة من 21 دولة حول العالم. نعم. فطبعا ده مشروع نفخر به كلنا، ده من الناحية الانشائية. من الناحية الاستراتيجية والتنموية، احنا طبعا عارفين ان مصر بتقع ضمن نطاق الدول الجافة او النطاقات الجافة وشبه الجافة واللي بتعاني من ندرة المية. كانت من ضمن الحلول الخلاقة، وطبعا قبل كده المياه الصرف الزراعي او المصارف الزراعية كان بيتم خلطها بمياه الترع لعادة استخدامها مرة اخرى، وده كان بيؤدي بعض للتلوث اللي موجود حتى في الزراعات، غير طبعا ان المصرف المحسمة اللي كان بيلوث بحيرة المزالة. نعم. الفكرة الخلاقة ان احنا طب ليه ما نعملش معالجة للمية دي وتصلح لزراعة كافة انواع النباتات. احنا طبعا عندنا في وزارة الزراعة في الدولة في عندنا بنهدف للتوسع الرأسي والتوسع الافقي. التوسع الافقي اللي هي زيادة المساحة المزرعة، وده واضح من استهداف زراعة 70,000 فدان في شرق سيناء، شرق قناة السويس، ودي طبعا من الاهداف التنموية المهمة جدا من الناحية الاستراتيجية ومن الناحية الامنية. نعم. وده واضح طبعا لجميع السادة المشاهدين. التوسع الرأسي اللي هو زيادة الانتاجية، استخدام انواع محاصيل السوق محتاجها فعلا، ولا تصلح زراعتها على مياه الصرف الزراعي. فكانت الفكره في استخدام معالجه مياه الصرف الزراعي لانتاج نوعيات محاصيل تصلح لجميع الاستخدامات. صحيح. طيب يعني هل حضرتك شايف ان هذا المشروع ربما يتبعه مشروعات اخرى على نفس الغرار في مناطق اخرى، وبالتالي هنستفيد استفادة اكبر من المياه، مياه الصرف، ونقدر نستغلها مرة تانية، وده تدوير المياه، وده طبعا يوفر علينا كمية كبيرة من المياه اللي مصر محتاجها في الفترة القادمة؟ طب يعني هوضح حاجة اقتصادية اكبر. نعم. ان احنا طبعا المصادر الرئيسية في مصر هي طبعا مياه النيل، واحنا عارفين النقص اللي حاصل في حصة مصر في مياه النيل. المصدر الثاني اللي هي المياه الجوفية، ودي برضو نادرة وغير متاحة في جميع المناطق، فكان الحل الأمثل اللي هو معالجة المية. نعم. لو حضرتك نعرف ان تقريبا تحلية مياه البحر او تحلية المياه المالحة بتكلف الدولة تقريبا يعني 8 من 10 دولار، في حين ان المعالجة ما بتكلفش اكتر مثلا من 4 جنيه للمتر المكعب. فطبعا دي من ناحية اقتصادية ناحية مهمة جدا. صحيح. وطبيعي بيتبعها مشروعات عملاقة زي مشروع محطة معالجة بحر البقر، ودي برضو يعني ان شاء الله تبقى اضافة قوية جدا، لان هي تعتبر من 6 إلى 7 أضعاف قدرة محطة المحسمة. نعم. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور إيهاب زغلول، أستاذ مساعد كيمياء المياه من مركز بحوث الصحراء، أشكرك شكرا جزيلا لك. مشاهدينا عشاق الرياضة، دي موعدكم وفقرتكم الصباحية المعتادة، فقرة الايروبكس اللي نتعرف من خلالها على أهم وآخر الجديد في عالم الرياضة اللي احنا عايزين نتابعهم إن شاء الله علشان نكون بصحة جيدة.
صباح الخير، معاك كابتن محمد سمير. النهارده هنتكلم عن الكرياتين وعن البروتين وايه الفايده بتاعتهم وايه الاحسن اللي انا اخده او يكون لجسمي، واشوفكم بعد الفاصل. ورجعنا لكم. ايه الفرق بين البروتين والكرياتين، وهل المكملات الغذائيه بتبدا تسبب عقم؟ الكلام ده صح ولا غلط؟ اولا المكملات الغذائيه هي مكملات احتياجاتك اليوميه. مثلا لو انا شخص ما بقدرش اكل كتير على مدار اليوم بتاعي، او اللي انا ما بقدرش ادخل احتياجي من البروتين، فببدا الجا للمكملات الغذائيه. هي مكمل زي مكمل الاطفال الصغيرين، لو الام ما بتقدرش تدي ابنها احتياج كامل من اللبن يكون فيه بروتين، بتبدا تلجا للصيدليه تجيب منها مكملات غذائيه اللي هو اللبن المجفف. طب المكملات الغذائيه ايه الانسب، ان انا اخد واي بروتين ولا كرياتين، وايه الفرق ما بينهم؟ الواي بروتين ده بروتين خالي الدسم او بروتين ايزدو فات، ما فيهوش فات خالص، ببدا ادخله عشان اكمل احتياجي اليومي من البروتين اللي هو جسمي بيحتاجه. على حسب انا بحتاج 130 جرام بروتين في اليوم او 180 جرام بروتين، فانا ما بقدرش اخدهم من السمك او الفراخ او معظم الاكل بتاع اليوم، فانا ما بقدرش اكل، فببدا اخد البروتين اللي هو مكمل غذائي. ايه انسب حاجه؟ اللي هو البروتين، الواي بروتين الايزو الزيرو فات. طب الكرياتين ايه معامل الكرياتين، وهل الكرياتين ليه فايده لجسمي ولا لا؟ الكرياتين هم 5 جرام كرياتين بتبدا تاخدهم على مدار اليوم. جسمك في اليوم بيحتاج 5 جرام كرياتين. طب الكرياتين بيبدا يشتغل على ايه في جسمي وبيبدا يعمل ايه في جسمي؟ طب الكرياتين بيعبي ميه تحت الجسم ولا لا؟ اولا الكرياتين ما بيعبيش ميه تحت الجلد، الكرياتين بيغذي العضله بتاعتك من احتياجها في الميه. العضله فيها 75% من احتياجها في الميه، فالكرياتين بيبدا يزود النسبه جوه العضله في احتياجك الميه. الميه العضله عشان تكبر لازم يكون فيها واخده نسبه الميه بتاعتها كويس اللي هي جوه العضله. الكرياتين عشان اقدر اخد 5 جرام في اليوم او معدلي اليومي من الكرياتين من الاكل، لازم اكل كيلو لحمه احمر صافي خالي من الفتس والدهون. طب اقدر اللي انا اشتريه؟ في كرياتين اللي هو السبلمنت اقدر استخدمه 5 جرام في اليوم، بدل اللي انا ما بقدرش اخد كفايتي من الكرياتين من الاكل. طب الكرياتين فوائد، الكرياتين بيعمل استشفاء عضلي للجسم، فالكرياتين اهم من البروتين. البروتين ممكن اخده عن طريق اللحمه او السمك او البيض او الجبنه القريش، الكرياتين لازم اخده عن نوع واحد اللي هو اللحمه، ولازم اكل كيلو لحمه احمر صافي. مفيش حد يقدر ياكل كيلو في اليوم على كل، يعني كل يوم اقدر اجيب كيلو لحمه احمر صافي، فالكرياتين اقدر اخده من سبلمنت مكمل غذائي عشان اقدر ادخل النسبه اللي انا بحتاجها في اليوم بتاعي من الكرياتين. وبكده تكون خلصت حلقتنا، يا رب تكونوا استفدتوا، واشوفكم في حلقه ثانيه. نعود مشاهدينا لاستكمال أخبارنا في هذا الصباح. وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي تجتاح العالم هذه الأيام، بيأتي مشروع مستقبل مصر للزراعة المستدامة كواحد من المشروعات اللي بتساهم في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي لكثير من المحاصيل الاستراتيجية. نتابع هذا التقرير. التاريخ يذكر دوما بين سطوره أن مصر كانت صمام الأمن الغذائي في العالم القديم، ومع تقلبات زمانية ومكانية وكثرة التحديات تغيرت الأوضاع، وأصبحت دول كبرى تتحكم في مصير الأمن الغذائي للشعوب. من هنا جاءت رؤية القيادة السياسية المصرية بتحقيق الاكتفاء الذاتي، واستعادت مكانة مصر الزراعية. احنا عايزين نعمل ريف جديد متنظم مترتب، كل حاجة فيه للأهل اللي هيروحوا هناك. ده عايز جهد كتير وكمان عايز تمويل كبير. ده الريف بتاع 100 و200 سنة اللي جايين. كان حلما لسنوات طوال عجاف، لكن عزيمة أبناء النيل وسواعدهم حولته لحقيقة خضراء في مشروع مستقبل مصر. المشروع يقع على امتداد طريق محور رود الفرج الضبع الجديد، وهو الطريق الذي أنشئ ضمن المشروع القومي للطرق بطول يبلغ 120 كيلومترا
ويبعد 30 دقيقة من مدينة السادس من أكتوبر. المشروع يمثل 65% من الزراعة الآلية من بنج السكر، وينجح المشروع في توفير 550 مليون دولار من فاتورة الواردات. المشروع يوفر أكثر من 10,000 فرصة عمل مباشرة وأكثر من 360,000 فرصة عمل غير مباشرة. مشروع مستقبل مصر، وبحسب الخبراء يعد قاطرة التنمية الزراعية، لذا يرى البعض منهم أن تنظيم الزيارات الميدانية للأجيال الجديدة لرؤية هذا المشروع الضخم ليلمسوا بأيديهم وعن قرب ثمار التنمية وتكون خير رد على من يدعي غير ذلك. شريف رضوان، التلفزيون المصري. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد في الأول من يوليو عام 2023، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرهم. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد في الأول من يوليو 2023، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرهم. وقام القائد العام بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذي صدق على منحه لهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقديرا لجهودهم الوطنية المخلصة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة. وألقى أقدم القادة المكرمين كلمة أعرب خلالها عن الشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة لما قدمته من دعم لا محدود خلال سنوات عملهم. ونقل الفريق أول محمد زكي تحية وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة الذين أمضوا رسالتهم داخل القوات المسلحة بكل الصدق والإخلاص والأمانة. وأشاد القائد العام بالقادة المكرمين الذين كانوا نموذجا يحتذى به في الانضباط والالتزام والعمل من أجل رفعة الوطن وحماية مقدساته، مشيرا إلى أن تجديد مسؤولية القيادة ونقلها من جيل إلى جيل من التقاليد العسكرية التي تحرص عليها القوات المسلحة التي ستظل بعطاء وتضحية رجالها تدافع عن الوطن وتذود عن مصالحه العليا. كما وجه الشكر لأسر القادة المكرمين لما تحملته من مسؤولية اجتماعية كبرى في توفير المناخ الملائم لاستكمال مسيرة العمل والعطاء بكل تفان وإخلاص وحب للوطن. لحظة فارقة مرت على الفريق العلمي بجامعة المنصورة لما اكتشفوا اكتشاف علمي ان الحوت توتسيتس هو كان يعيش في مصر قبل 41 مليون سنة. هذا الحوت اللي يعني تم العثور عليه في عام 2012 في منطقة منخفض الفيوم، واطلق عليه الفريق البحثي هذا الاسم توتسيتس بسبب او تيمنا بالملك المصري القديم توت عنخ آمون. ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور هشام سلام عالم الحفريات المصري ورئيس فريق مكتشفي الحوت توتسيتس. أهلا بحضرتك يا دكتور، وعايزين نعرف من حضرتك مميزات وعيوب فكرة إن احنا يعني اكتشاف هذا فكرة اكتشاف هذا الكشف العلمي الكبير اللي هو فكرة وجود هذا الحوت في منطقة منخفض الفيوم، وأهمية ذلك خاصة وأنكم بتعملون على هذا البحث من عام 2012. اهلا بكم وصباح الخير عليكم. طبعا هو اكتشاف علمي هز المجتمع العلمي تقريبا بقاله يومين دلوقتي، وهو حديث وكالات الانباء العالميه المهتمه بالاحداث العلميه على مستوى العالم. نعم. توتسيتس او حوت توت عنخ امون
اللي زي ما حضرتك تفضلت سميناه عتامونا باسم ملك الفرعون توت عنخ آمون، لما فيه تشابه من نفس الأحداث، لأن الحوت اللي تم اكتشافه هو من جروب أو مجموعة تسمى ملوك البحار القديمة أو الباسيلوس ريدز. وبدراسة الأشعة المقطعية وجدنا أنه فيه لسه في أسنان لبنية، يعني الحوت ده مات صغير. فإحنا معانا ملك من البحار القديمة مات صغيرا مثل ما حدث مع الملك الفرعوني توت عنخ آمون، ومن هنا جاءت الفكرة ربط الاسم بالتراث الحضاري المصري. نعم. طيب الأجزاء اللي عثرتم عليها دي حضرتك عثرتم عليها من عام 2012، كل هذا الوقت لإزالة ما على هذه البقايا أو هذه الحفريات اللي وجدتموها كان كافي أنكم تكتشفوا، أو يعني كان احتجتوا كل هذا الوقت عشان تكتشفوا هذا المزيد حول هذا الحوت وحول هذه الحفريات وكيف عاش وكده؟ طبعا هو احنا الحفريه تم اكتشافها سنه 2012 بواسطه العالم المصري وخبير اليونسكو الدكتور محمد سامح، لكن جت لي سلامنا في مركز جامعه المنصوره للحفريات الفقاريه سنه 2017. احنا عكفنا عليها دارسين لمده حوالي 6 سنوات. وعاوز اقول لحضرتك يعني عشان تكتب سطر في العلم بياخد مننا وقت ومجهود، لان في كبار العلماء بيراجعوا هذا المنتج العلمي قبل نشره للمجتمع العلمي. نعم. فطبعا اول حاجه قعدنا حوالي سنتين ونص نشيل التراب هي الصخور اللي على الحفريه بادوات دقيقه جدا عشان لا نفقد اي من العظام، لانها طبعا في يعني بقالها اكثر من 41 مليون سنه. ثم بعد ذلك مقارنته بكل اقرانه في جميع انحاء العالم، يعني احنا قارناه بكل الحفريات المكتشفه من اسيا واوروبا وامريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه حتى انتاركتيكا القطب الجنوبي. ومش بس كده، لا قعدنا ندرسه ونوصفه تشريحيا ونضعه صفاته كلها في شجرة الأنساب لحد ما وصلنا ان هو جنس ونوع جديد يتفرد بصفات مختلفة. وعرفنا برضو من الدراسة انه قطع علاقته تماما بالبر وبقى حوت كامل المعيشة في الماء، وده اول دليل على وجود حيتان كاملة المعيشة في الماء في افريقيا، اقدم حيتان اللي عاشت في افريقيا من 41 مليون سنة. لما جت الحفرية لمركز جامعة المنصورة حفر الفقرية كنا نظن انها لحوت بر مائي، يعني بيعوم وبيمشي على الارض في نفس الوقت، لانه جاي من صخور قديمة شوية اقدم من صخور وادي الحيتان. لكن بالدراسة والصفات التشريحية أثبتت أنه هو يعني لا، ده هو حوت كامل المعيشة في الماء، وبكده بنسجل أول ريكورد من أفريقيا لأقدم حوت كامل المعيشة في الماء. مش بس كده، لما قرناه بأقرانه وجدناه أصغر هذه المجموعة أو أصغر حجما في بين أقرانه من ملوك البحار القديمة، وكان يشبه في طريقة عومه وطريقة أكله الدولفين اللي عايش النهاردة. يعني نقدر نقول إن إحنا عندنا أحد أجداد الحيتان اللي عايش النهاردة زي الدولفين والحوت الأزرق وما شابه. اللي هو اكتشاف مهم جدا، واحنا يعني دايما بنسعد لما يكون في اكتشافات مهمه بيقوم بها فريق عمل مصري وكله من الخبراء المصريين. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور هشام سلام، مؤسس مركز الحفريات الفقريه بجامعه المنصوره ورئيس الفريق البحثي المكتشف للحوت. بتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية مشاهدينا أن يسود اليوم طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر 75، وحالة البحر الأحمر بتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف.
أكد وزير التنمية المحلية هشام أمنة أهمية منصة أيادي مصر لدورها في خلق فرص عمل للمرأة والشباب بجميع المحافظات. جاء ذلك خلال افتتاح وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة لمعرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية اللي تنظمه محافظة الجيزة وسفارة اليمن ومجلس الأعمال اليمني بالتعاون مع منصة أيادي مصر. بجودة وتصميمات عالية مزجت بين الأصالة والحداثة، افتتح اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية يرافقه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة معرض التراث والحرف اليدوية والذي نظمته محافظة الجيزة بالتعاون مع منصة أيادي مصر ومجلس الأعمال اليمني. بنشوف ثقافات مختلفة، أولا ثقافات مصرية ومحافظات، زائد هم ما شاء الله جايبين ناس كمان من جايبين سفارات في موجود دول أخرى، فاحنا بنشوف ثقافات جديدة وده بيعمل دمج بين الحاجات اللي احنا بنشتغلها من غير ما نقصد حتى، فبتبقى في دمج بين الثقافات المختلفة. المعرض اليوم فكرته أساسا كانت إنه يعني كل بلد تظهر ثقافته، يعني الثقافة أو الحاجات اللي هي الحرف اليدوية الخاصة بالبلد نفسها. اليمنيين إحنا كل محافظة أساسا مختلفة عن المحافظة الثانية، يعني سواء تقاليد عادات لبس، كل محافظة بتلاقي فيها حاجات مميزة في هي كمحافظة. اليوم احنا المنتجات اغلبيتها حاولنا ندمج ما بين الحاجات الثقافية والحاجات اللي هي المودرن اللي الكل يستخدمها، بيظهر هويتنا وعربيتنا الفلسطينية من خلال الشيلان والكوشن والشيلان والأتواب الفلسطينية، بلس ان احنا ضفنا عليها بعض المنتجات الخشبية زي ما حكيت لك وطعمناها بالتطريز تبعنا تكون اقل تكلفة واقل في سعر، تكون في متناول الجميع. يقدم المعرض منتجات متنوعة من المفروشات والخيامية والانوال والاواني الفخارية والمشغولات الفضية ليعكس الموروث الفلكلوري للمحافظات المختلفة والدول المشاركة، ويعمل على تسويق المنتجات اليدوية والذي يشارك فيه أكثر من 30 عارض من 8 دول. هي مهمة جدا، هي من أول الصناعات البدائية لأن هي مش معتمدة على حاجة غير أن هي دق على الجلد وكده، وبنحفر عليه وبينقل معانا التراث برضك، لأن تراث بلدي بنقله على شكل مجلدات سواء كان إسلامي أو فرعوني أو فاطمي. عندنا في مركز أشمون السجاد اليدوي اللي هو الحرير والصوف والجبلان، ده كله في مركز أشمون. عندنا الصدف برضو في مركز أشمون سايت المنقبي. اللولي ده برضو بنرشقه تمام، والإزاز برضو بنرشق فيه في الخواتم، كل ده فاروس، دي حاجات برضو بنعملها تحت عندنا في الورشة. كل ده طبعا والدي وعمي هم اللي علموني الحاجات دي كلها. هذا ويهدف المعرض إلى تشجيع الصناعة المحلية والترويج لها ودعمها، مما ينعكس بصورة أو أخرى على تشجيع الصناعات الوطنية وتطويرها. يحاكي معرض التراث والحرف اليدوية تاريخ مصر العريق من تلك الصناعات اليدوية والتي تعكس الموروث الثقافي للمحافظات والدول المختلفة المشاركة، فدوما ما تعمل مصر على دعمها للمبدعين والحرفيين والصناع المهرة حفاظا على موروثنا القومي من الاندثار. أحمد سعد الدين، النيل. بتواصل المحال التجارية على مستوى الجمهورية تقديم تخفيضات بنسب مختلفة خلال الأوكازيون الصيفي للعام الحالي والذي انطلق في 7 من شهر أغسطس الجاري. أكثر من 4000 تجارية تنتشر في أرجاء الجمهورية تشارك في الأوكازيون الصيفي لهذا العام 2023. موسم التصفية الذي بدأ في 7 من أغسطس يستمر لمدة شهر في ظل رقابة مشددة من جهاز التجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك. بننصح زبائن حضرتك ان هم بيتأكد من الأسعار قبل الأوكازيون وأثناء الأوكازيون، وكده كده حضرتك في رقابة من الوزارة بصفة مستمرة، مفتشين تمام بيعدوا بصفة مستمرة بيشوفوا ويتأكدوا، فبتقول له قبل الأوكازيون وبعد الأوكازيون الزبون ما يتأكد ان القطعة او القطعة تمام ما بقاش فيها بعيوب يراجعها ويتأكد برضه يفحصها تمام ما بقاش فيها أي عيوب، يعني الفاتورة برضه لازم يحصل عليها تدي حقه يبدل بيها يرجعها. ويقبل المستهلك على الأوكازيون للاستفادة من التخفيضات، لكن الواضح أن المواطنين باتوا على دراية بكيفية التعامل خلال الأوكازيون.
يعني انا بعمل رينج الاول على الاسعار الاسبوع الاولاني قبل الاوكازيون، وبنزل بعد في الاوكازيون نفسه بشوف الاسعار. هي بتبقى الاسعار في الاوكازيون اكيد احسن يعني كتير عن الاسعار العاديه، فبتبقى وبعدين بيعملوا تخفيض حلو. يعني فكره الاوكازيون بقى ايه؟ بنزل اشتري الحاجات اللي انا بحس انها ممكن تكمل معايا السنه الجايه، الموديلات اللي شغاله مستمره ولا بتبقى الاسعار فرق كتير طبعا. بثق هنا جدا والاسعار هنا كويسه جدا، و في عروض وحقيقية وبينزلوا في يعني بيعملوا عروض كتير. يعني مش وهمية؟ لا لا مش وهمية. وحذر جهاز حماية المستهلك التجار من التلاعب في المنتجات أو تقديم عروض وهمية، ويقوم الجهاز بتلقي شكاوى المستهلكين من خلال الخط الساخن 1-9-5-8-8، كما تجوب سيارات الضبطية القضائية الأسواق خلال فترة الأوكازيون الصيفية للتصدي لأية مخالفات. ومن المؤكد أن موسم التصفية الثاني لهذا العام ضرورة وفرصة لجميع الأطراف للتخفيف عن كاهل المواطنين من جهة، ومن جهة أخرى لإنعاش الأسواق وحركة البيع والشراء في ظل رقابة مشددة لحماية المواطنين من التلاعب من أحد المحال التجارية بوسط القاهرة. محمود العزالي، النيل. وده موعدنا مشاهدينا وفقرة العالم في صورة، وهي فقرة بنقدم لكم فيها بعض اللقطات اللي اخترناها لكم في برنامج هذا الصباح لنعرضها عليكم من خلال عين الكاميرا. كده مشاهدينا بنوصل لختام فقرتنا الأولى عن الجولة الإخبارية اللي قدمناها لكم في هذا الصباح، وبترككم مع زميلتي نجلاء الجعفري وموجز للأخبار وبالي أول حواراتنا في